FM. الكلمة ليك. على سلامتكم، مرحبا بكم في المستر تيك تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي في إطار مزيد تطوير الأنظمة المراقبة في الموانئ والمطارات التونسية وللحد من ظاهرة التهريب والتجاوزات والنقائص المختلفة إلى أقصى حد ممكن. يتم العمل توا على تطوير مشروع جديد خاص بتركيز منظومة للمراقبة عبر كاميرات حديثة على مستوى الموانئ والمطارات، وذي بإشراف مصالح الديوانة التونسية بدعم ومتابعة من وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي. هذا وتتولى والوزارة متابعة المراحل متاع المشروع هذا الخاص بتركيز المنظومة متاع المراقبة عبر الكاميرات ولعدة مواقع زادة تحت إشراف الديوانة، وليتم العمل على تطويرها في قاعات المراقبة خاصة في إطار بيانسور الاستراتيجية الجديدة هذه من الإدارة العامة للديوانة، وحتى زاد على مستوى ميناء رادس هذه يسهل خاصة بالنسبة للمنظومة هذه التكنولوجية الحديثة عملية المراقبة. ومن المنتظر أنه باش تقلص من معناها من المدة متاع البقاء الحاويات الموجودة في الميناء متاع رادس وتضمن سلامة البضائع. نحكيو اليوم على هواوي، بعد باش يكون الملمات 9 زاد جديد من عند هواوي، عنده فيرسيون جديده اللي اسمها لايت اللي هي باش تكون نسخه ذي مع ايكرون فيها 5.5 بوص بيان سور ريزولوشن نتاعها بيان سور الفول اتش دي باش تكون 1080 بيكسل اتش دي، وكيف كيف زاد نحكيو على البروسيسور نتاعها باش تكون عند كيرين 650 مع الكاميرا دوبل كابتور. ابرسا نجمو نحكيو على التقرير الاخراني من عند اف سي سي اللي معناها عملوا التيست نتاع التليفون هذايا واللي اخذ الاجازه بنجاح، دونك في الوقت اللي مازالت شركة هواوي ما عطاتش أكثر معناها تفاصيل على الفيرسيون هذية. نحكيو على الفيرسيون جديدة ممكن باش تكون بالنسبة للفابلات هذية متاع إيكرون 5.9 بوس. أبرسا نجمو نحكيو على دي كاركتيرستيك تكنيك حلوين برشا. تليفون هذية باش تكون ميليو دقام وش باش تكون أود قام، ونحكيو زادة حتى على كما قلت الكاميرا دوبل كابتور مع النونيتي لازير أوتو فوكس باش تكون موجودة في الكاميرا. لكن ما لاحظنا الأيامات هذية أنه بالنسبة للتليفون الجديد هذية أنه ما فيهش العلامة متاع لايكا الشركة الألمانية اللي بالنسبه للكاميرا هي اللي مستنسه يعني في المعني هي مستنسه تصنعهم، لكن المره هذه ما لقيناش اللايكا موجوده في الميت 9 جديد من عند هواوي، خاصه زاد حتى في النسخه الاخرانيه لايت نتاع هواوي اللي بالنسبه للبور يو اس بي زاد ماهوش باش يكون موجود بالنسبه في المعني فيرسيون هذه نتاع التليفون. يعني الميكرو معناها بلوتو البور يو اس بي تيب سي الاخرين زاد مش باش يكون موجود. نحكيو حتى على البروسيسور، بروسيسور زاد باش يكون مع عند كيرين 650 رام 3 جيجا 64 جيجا بالنسبه للستوكاج انترن، وبالنسبه للاوتونومي نتاع التليفون هذايا توصل حتى 3040 ملي امبير اور. دونك فوالا، دونك نحكيو اليوم على السوم، السوم اللي هو اهم حاجه بالنسبه للسمارت فون، انه سوم هذايا باش يبدا ابارتين من 430 اورو مع سيستم ديكوراتاسيون نتاع التليفون هذايا باش يكون من عند اندرويد 7.0 نوغات. نمشيو نحكيو على شركة سامسونج، مسين نمشيو لكوريا الجنوبية، واليوم نحكيو على سامسونج واللي أعلنت في نهاية شهر أوت اللي فات على إطلاقها الرسمي بالنسبة للسمارت فون نتاعها الجديد اسمه جالاكسي جي 7 برايم. التليفون هذا جديد اللي وصل لتونس الأيامات هذية. نذكركم شوية بالكاركتيرستيك نتاع التليفون هذايا اللي باش يكون فيه إيكرون 5.5 بوس مع الأي بي اس ال سي دي بالنسبة للكاركتيرستيك معناها الكاركتيرستيك تكنيك نتاع الإيكرون نتاعو. أبرسا ريزوليسيون اتش دي ديما موجودة بالنسبة لسامسونج 1920x1080. نحكيو حتى على معناها الغشاء نتاعو او نحكيو على الفيلم كما يقولوا برشا ناس، شنو هو الفيلم هذا؟ الفيلم شكون ما عند كورينغولا فيلم الغشاء فوالا دونك فيلم الغشاء بيان سور العربيه الفصحى، دونك باش نحكيو على الفيلم ماهوش فيلم بيان سور العربيه، دونك مانيش باش نحكيو على نحكيو على الحاجه هذه ليسونسييل. نحكيو على فيلم باش يكون موجود من عند كورينغ غوريلا جلاس، والبروسيسور نتاعو باش يكون اوكتو كور من عند اكزينوس 6870، وكيف كيف الجي بي يو باش يكون من عند مالي تي 830 ام بي 2. ابرسانج نحكيو على الحاجات العاديه اللي موجوده بالنسبه للتليفون هذا، الرام 3 جيجا ستوكاج انترن 16 جيجا، وتنجم توصل حتى بيان سور لل 250 جيجا اذا كان زيدو الكارت ميكرو اس دي. دونك نحكيو على زوج نسخ بالنسبه للتليفون هذا، النسخه الاولانيه باش تكون الاستوكاج انتر نتاعها توصل حتى 32 والثانيه حتى ل 16، وكما قلنا الكاميرا باش تكون 3 ميجا بيكسل كما المعنى متعاول به او المعمول به بيان سور في العالم الكل بالنسبه للسمارت فون، والكاميرا القداميه او الكاميرا فرونتال تنجم توصل حتى 8 ميجا بيكسل مع الكاركتيرستيك نتاع الاوتو فوكس والفلاش. دونك التليفون هذا باش يكون فيه ليكتور دومبرانت ديجيتال، ونجم يكون كومباتيبل بالنسبه للكومباتيبل 3 جي وال4 جي مع الواي فاي جي بي اس وغيره من الحاجات هذه. سوم يبدا ابارتير من 699 دينار بالنسبه للنسخه نتاع 16 جيجا
وكيف كيف زاد بالنسبه للنسخه نتاع 32 جيجا سوم يبدا ابارتين من 829 دينار وتنجموا تلقاو التليفون هذا غالي شويه تليفون تنجموا تلقاوه في البوتيك نتاع سامسونج اللي موجود في لاك 2 ولا ابارسات تنجموا زاد تدخلوا الموقع التجاري الالكتروني الاول نتاع سامسونج باش تنجموا تاخذوا التليفون هذا اون ليني. نكملوا المستر تيك بالنسبه لليوم مع المستجدات العالميه ونحكيوا على فوز ترامب بالنسبه للانتخابات الرئاسيه الامريكيه وبعد الفوز نتاعو السيد هذايا الرئيس الامريكي الجديد بيان سور. اليوم نحكيوا على الموقع نمره 45 نحكيوا مش بعيد هي ما نحكيوش من الاسلام مقارنه بالنسبه للمواضيع هذه. دونك اليوم نحكيوا على الموقع الالكتروني الرئيسي الخاص بالهجره الى كندا. دونك اليوم لقى اقبال كبير وكبير برشا وصلت تقريبا 1593 دوموند اكاهو حتى اوباما زاد اعلن هو بيدو على انه باش يهاجر الكندا. دونك اليوم حسب بيان سور رويترز هي اللي اعلنت على الشيء هذايا نحكيوا على الهجره ممكن باش تكون بالنسبه للامريكيين اترافير السيت هذايا اللي موجود في كندا اللي هو يقبل الهجره بالنسبه لانحاء العالم الكل مش كان امريكا اكاهو نعرفوا السيت هذايا الموجود بارتوت نجموا انتم تدخلوا له وتعملوا طله لكن باش تلقاو السيرفر معبي شويه بحكم انه الناس الكل طالبه الهجره الى كندا. كاب اف ام الكلمه ليك